السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة مجيد فراغرانس لمراجعة وتقييم العطور. بما أننا على أبواب العيد ارتأيت إلا أن أختار لكم باقة من بعض العطور يمكن لكم استخدامها في هذا اليوم المبارك. في هذه الباقة اخترت لكم تشكيلة من عطور بديلة رخيصة في الثمن وأداؤها جبار ورائحتها جميلة جدا، راح تغنيكم عن عطور عالمية باهظة في الثمن. وأيضا اخترت لكم عطور ديزاينر رخيصة في الثمن أيضا وأداؤها جبار وهي راقية بأدائها وفواحانها. واخترت لكم في الأخير أيضا بعض العطور هي تعتبر من عطور الديزاينر أيضا ولكن سعرها قليلا مرتفع وأداؤها رائع جدا ومتفردة برائحتها. إذا كنت جديد في القناة مرحبا بكم أصدقائي، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. أيضا في تنويه خاص لمحبي المراجعة باللغة الإنجليزية، يمكن لكم زيارة القناة بالضغط على الرابط في أسفل الفيديو. زيارتكم تسرنا واشتراككم يفرحنا أكثر. لمزيد من التفاصيل ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. اول عطر راح نبدا لكم به يمكنكم استخدامه في يوم العيد دوان ميستيريوز نايت من دار دوتشي اند جابانا او ما يسمى بليلي سحري. صدر هذا العطر في عام 2018 ويعتبر هذا العطر فلينكر لاصدار دوان الاصدار الاول نسخه الاودو تواليت. هذا العطر صدر في سنه 2018 للناس اللي مهتمه بعطور او للخط العطري دوان من دوتشي اند جابانا. راح نخلي لكم رابط فيديو في الوصف يوصف جميع عطور التي جاءت متسلسلة واحدا تلو الآخر لهذا الخط العطرية. إذا عطرنا نهار اليوم عطر ليلي سحري ينتمي إلى فئة العطور الشرقية الحارة للرجال. العطر يلائم الأجواء الليلية، يمكنكم استخدامه في أيضا في نهار يوم العيد. من بين نقاط اللي تميز هذا العطر هو الزعفران مع الجريب فروت في الافتتاح، فيها الورد مع العود، أكدوا لي على نقطة العود الموجودة في قلب هذا العطر. والمكونات الأساسية فيها الأخشاب، فيها حبوب التونكا، اللبدانوم، العنبر، يوجد أيضا نقطة هي نقطة الميرامية موجودة في هذا العطر. إذا عطر ليلي سحري من بين العطور العنبرية الوردية التي احتوت على نقطة العود، لما يهدأ العطر أكثر راح يستقر على نقطات جلدية وزهرية ومعدنية أيضا. دوان ميستيريوز نايت من دار دوتشي أند كابانا. اخترت لكم ايضا عطر فيرزاتشي بار اوم عود نوار من دار فيرزاتشي. هذا العطر يمكن لكم استخدامه في يوم العيد، عطر راقي جدا، سعره ليس مرتفع، ينتمي الى عطور الديزاينر ذات السعر المنخفض واداؤها راقي جدا. عطر شرقي خشبي للرجال اطلق في سنة 2013، رائحته تناسب كثير الاجواء الفخمة، فيه توابل دافئة، فيه العود، فيه أخشاب، بحيث أنه يفتتح بالفوفر الأسود مع البرتقال المر وعلى النيرولي أيضا. في قلب هذا العطر يوجد الزعفران مع الهيل واللبان أيضا، ومكوناته الأساسية يوجد فيها العود والباتشولي أيضا. هذا العطر لما يستقر في الأخير يستقر على نوتات من الجلود والحمضيات والباتشولي. عطر فيرزاتشي أودنوار يتميز بأدائه الثابت وفواحانه الممتازة. فيرزاتشي أود نوار من دار فيرزاتشي. عطر بوس بوتلت أود من دار يوغو بوس. هذا العطر الذي صدر في سنة 2015 وينتمي أيضا لفئة العطور الشرقية الخشبية للرجال. عطر راقي جدا بأدائه، يعتبر فلينكر أيضا لإصدار الأول لإصدار بوس بوتلت. فيه التفاح مع الحمضيات، فيه القرفة مع الزعفران في قلب هذا العطر مع القرنفل واللبدنوم، وقاعدة تتكون من العود والأخشاب أيضا. عطر جيد من ناحية الثبات وفوحانه ممتاز، يليق لأجواء نهار العيد. هذا العطر أنصحكم به للناس اللي تحب العطور التابلية الدافئة الممزوجة مع العود والأخشاب. هذا العطر لما يستقر وتهدأ نوتاته أكثر يصبح العطر تابلي منعش وعش بوحمضية. بوس بوتلت أود من دار أوغو بوس. من بين العطور الراقية التي أوصيكم بها لاستعمال في هذا العيد المبارك عطر أنتنس أود من دار جوتشي. هذا العطر أيضا ينتمي لفئة العطور الشرقية لكن هذا العطر موجه للجنسين. صدر هذا العطر في سنة 2016 ورائحته رائحة راقية جدا يمكن استعماله في نهار العيد. وما يميز هذا العطر هو ثباته الشديد وفوحانه الهائل.
في هذا العطر يوجد بلند رائع جدا من البخور ممزوج مع اللبان والعود والجلود والأخشاب والعنبر. كل هذه النوتات نوتات راقية جدا تليق لأجواء الدينية وأجواء الحفلات، يعني أجواء الراقية، بحيث أن هذا العطر عطر عنبري مدخن، لما يستقر في الأخير يستقر على نوتات بلسمية ونوتات من الجلود والتوابل المنعشة. عطر أنتونس أود من دار غوتشي. من أرقى عطور العود في هذه المجموعة عطر جون فارفاتوس أود. هذا العطر الذي صدر في سنة 2014 أيضا يصنف في العطور الشرقية الخشبية للرجال. عطر راقي جدا بأتم معنى الكلمة، ولكن ما يعيب هذا العطر هو ثباته وفوحانه، بحيث أنه عطر متوسط من حيث الأداء، ولكن كجمالية للرائحة للناس اللي تحب أنها تكون متفردة هذا هو عطركم بالتحديد، بحيث يوجد في هذا العطر نوتات راقية جدا فيها التبغ، فيه جوز الطيب، فيه أشجار السرو الميرامية، قلب يتكون من توابل ممزوجة مع الأزهار، فيه الورد مع الزعفران والقرفة والهيل. في المكونات الأساسية يوجد العود مع البخور والمر والجلود. عطر راقي جدا بحيث أنه في الافتتاح يكون العطر تابري دافئ عنبري، ويستقر هذا العطر لما يدأ أكثر على رائحة الأخشاب ورائحة حلوة وأيضا التبغ مع العود. جون فارفاتوس أود من دار جون فارفاتوس. رغبة من لطافة. هذا العطر من بين العطور البديلة التي اخترتها لكم للاستعمال في يوم العيد. عطر رخيص في الثمن ولكن أداؤه جبار ورائحته راقية جدا. يحتوي رغبة هذا العطر على رائحة الفانيليا مع العود والبخور، فيه نوتات حلوة أيضا، فيه أخشاب، فيه المسك. هذا العطر هو في الحقيقة موجه للجنسين من هذه الدار، ولكن أرى أنه يناسب النساء أكثر من الرجال. عطر شديد الثبات مع فوحان هائل جدا، رائحة راقية، بحيث أنه عطر حلو ممزوج مع العود ونوتات ناعمة في الافتتاح، راح تدوم معك هذا الرائحة إلى أن يستقر على نوتات مدخنة وخشبية وتابلية دافئة. لمحبي عطر عود فور جريتنس من دار إنيسيو اخترت لكم أيضا العطر البديل سوبرماسي إن أود من دار أفنان. هذا العطر عطر راقي جدا، عطر أروماتيك حار للجنسين، صدر في سنة 2021. نشوف أنه العطر هذا أكثر قرب لهذا العطر البايض في الثمن من جميع الإصدارات. إذن عطر سوبرماسي إن أود ننصحكم أنكم تعتربوه في يوم العيد. عطر زهيد في الثمن وأداؤه رائع وجبار، تباته قوي جدا وفواحانه قوي جدا أيضا. هذا العطر يوجد فيه الزعفران مع عجوج الطيب والخزامة، فيه العود مع نطات حلوة، الباتشولي مع المسك أيضا، بحيث أنه في الوهلة الأولى من الافتتاح يكون تابري دافئ وحلو، فيه رائحة العود واضحة، ولما يهدأ العطر يهدأ على نطات جلدية وتبغية ومسكية أيضا. سوبرماسي إن أود من دار أفنان. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. اليوم قدمت لكم عطور من عطور التي يمكن استعمالها في يوم العيد. حاولت أني أختار لكم تشكيلة تكون فيها جميع الأسعار لكي جميع الناس يمكن لها أن تقتني العطر التي يناسبها. عيدكم مبارك أصدقائي، كل عام وأنتم بألف خير. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر.